احنا طالعين كهرباء ملينا اربع ساعات يطوها ساعه من دون الاحياء. هذا الحي الميثاق، لا تبليط لا كهرباء، مجاري كيسه. هاي العالم ملت، هذا شهر رمضان يعني العالم طقت رواحتها، وقت الفطور يطفوها. ما يصير استاذ، يعني عالم خد تسمعنا القنوات، يعني هنا عندنا نواب او عندنا مسؤولين، بس من دون هذا الحي ما حيطب له. من دون الحي، حي الميثاق لا بتبليط لا بكهرباء، شردوا من عندنا عمي ملينا. حي الميثاق يوميا احنا قاطعين شارع، قاطعين درب الاسلام، زين ترى هاي سالفه عوجه، فاحنا ماكو غير هي هاي حميناها اليوم نقفلها. كل واحد يقول لك نتحرك منا، قل له مستحيل، ترى احنا ميتين احنا مدفونين، نقفلها احسن. لا عمود يا عمي، نقفلها احسن. السده والمسيب وهذا الوادي من اللي قاعده بالريف كاتلها البق والضيم، وهذا معمل الحرير زين، يعني اكفور هذا شاوي الفضيل، يعني انا الباحه ابن مودين المستشفى من ورا معمل الحرير. طلعت المنطقه قطعت الشارع بين سد مسيب زين، تعبير عن مشاعرها كل ما نجيب كتاب من الوزاره ماكو حسبه شهر زمان، على اساس الكتاب سبب بالمناسبه شهر زمان، وبكيف الموظف يلعب والله شنو اوامر عندي، يجي موظف يطيناها زين، يجي الاخ لا وعلى الرنة. وريت حل جذري لهالمنطقة هاي اللي كلها امراض سرطانية وخلي يجون. عمي تفضل تجي باكر اراويك كم مريض عندنا. انا نقفلها وكل شيء انتهى، كل شيء ما اريد من عندهم. يعني احنا حي الميثاق نطالب من السقوط اليوم، كل سنة على نفس القناة، صارت انتخابات جابوا لنا سبويسات فرشوهم ضحكوا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مش مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام في بداية المقطع، أزمة الكهرباء. خرج عدد من العراقيين، أعداد كبيرة حقيقة، في محافظات عراقية مختلفة احتجاجا على تردي الخدمات وغياب الكهرباء، رغم ما أنفق على قطاع الكهرباء من مليارات. سنتحدث بالأرقام بعد قليل عن كمية المبالغ التي أنفقت على قطاع الكهرباء بحسب التصريحات الحكومية، وأيضا جوانب أخرى متعلقة بالطاقة. خرج العراقيون يتظاهرون، وكالعادة قمعت هذه التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، قوات مكافحة الشغب وغيرها من القوات قامت بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين. هذا الموضوع أدى إلى استشهاد متظاهر وهو محمد ستار الدلفي بنيران القوات الأمنية في ناحية الوحدة جنوب شرقي بغداد. خلينا نشوف هذا المقطع للحظة استشهاد أو بعد استشهاده بقليل، أو بعد أن أصيب بالرصاص الحكومي بقليل، المتظاهر محمد ستار الدلفي. خلينا نشوف. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ليش 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 الله لا يوفقكم. مكافحة الشغائب تقتل أحد المتظاهرين في ناحية الوحدة قرية الحرية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا هو هذا، يا هو منين منين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شفتوا مشاهدينا الكرام المقطع، أخفينا طبعا صور الدماء وهذه المشاهد الصعبة حقيقة. يعني يخرج العراقي يتظاهر للمطالبة بوطن يقتل، يخرج للتظاهر بمطالب أقل اللي هي المطالب البسيطة وحق المشروع خدمات كهرباء مياه وغيرها، يقتل أيضا. لماذا تستمر
هذه الحكومات بالتعامل بهذه الطريقة الدموية البشعة مع المواطنين العراقيين؟ هذا السؤال لا يزال مطروح ولا إجابة له. شنو التفسير الحكومي؟ القوات الأمنية بتصريح اعترفت بقتل متظاهر وإصابة 9 آخرين في العاصمة بغداد، وقالت بأن هذه تصرفات فردية، ومثل ما صارت في بداية ثورة تشرين والنتائج التحقيقية اللي كانت في زمن حكومة عادل عبد المهدي كانت أيضا تصرفات فردية. لماذا لا تعترف الحكومة وتتحمل مسؤولية ما ترتكبه من انتهاكات ضد أبناء الشعب العراقي الذين يخرجون للمطالبة بحق مشروع؟ الكهرباء شنو مشكلتها بعد إنفاق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء بحسب لجنة تحقيقية برلمانية أكدت أن العراق أنفق 80 مليار دولار على الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 80 مليار دولار. ونؤكد ونعيد الخبر أو القصة التي تم تداولها في أكثر من مرة، وهي الصفقة التي أبرمتها مصر مع شركة سيمنز الألمانية لإنتاج محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 2 مليار دولار. كل محطة، ثلاث محطات، كل محطة تكفي لإنتاج الكهرباء لتغطي 15 مليون نسمة أو منزل. طيب، العراق أنفق 80 مليار دولار، أين الكهرباء؟ لماذا لا يحصل المواطن العراقي على الطاقة الكهربائية وهو استحقاق وحق مشروع في بلد نفطي، بلد لديه من الثروات الطبيعية تكفي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتصديرها؟ طبعا عندنا تصريح سابق كان لوزير الكهرباء في حكومة المالكي عبد الكريم عفتان اللي قال بأن العراق، طبعا التصريح كان في عام 2011، اللي قال بأن العراق سيصدر الكهرباء في عام 2014. هذه التصريحات من مسؤولين ومن وزير الكهرباء تحديدا في حكومة المالكي. وين التصدير؟ اليوم العراق دا ينتج أقل من نصف الطاقة اللي يحتاجها، والباقي دا يستورده من إيران. يعتمد العراق اليوم على ثلث الطاقة من الغاز والنفط من إيران. طيب، والكهرباء طبعا أيضا، ولا تزال هناك ديون على العراق وإيران تطالب بهذه الديون مستحقات. ليش العراق اليوم بلد عايش على الآخرين؟ ليش وصلوا المواطن العراقي اليوم أنه هو ينزل يتظاهر بهذا الحر بشهر رمضان يقطعون عليه الكهرباء قبل ساعة وقبل دقائق من الإفطار، وينزل يتظاهر بهذه الطريقة السلمية ويتعرض لإطلاق نار مباشر من القوات الحكومية؟ خلينا نتكلم بلغة أرقام قليلة المشاهدين الكرام. العراق عنده اعتماد على الطاقة من إيران بثلث طاقته من الغاز والكهرباء. تقرير صادر عن البنك الدولي في شهر يوليو تموز عام 2019 يؤكد احتلال العراق المركز الثاني عالميا للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقا للغاز الطبيعي، وهذا الموضوع من الأسباب اللي تؤدي إلى أن العراق يظل يستورد بالكهرباء وهو عنده كمية من الغاز المحرق يوميا اللي تكفي لتغذية المحطات وإنتاج طاقة كهربائية. شنو اللي يمنع؟ ما حد يعرف. كمية الغاز اللي يحرقها العراق يوميا بحسب التقرير اللي صادر من البنك الدولي يؤكد، ووكالة الطاقة الدولية طبعا تؤكد، أنه ما يحرق من غاز في العراق تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية. ليش العراق دا يهدر هذه المليارات ويقوم بشكل عشوائي وفوضوي بحرق هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي اللي تكفي لتغذية 3 ملايين منزل في العراق بالطاقة الكهربائية؟ سؤال نطرحه، ونتمنى من حضراتكم المشاركة للإجابة على هذه التساؤلات وإبداء رأيكم بالموضوع. اليوم احنا في بلد نفطي، في بلد غني، ليش ما عندنا كهرباء؟ معنا اتصال. أبو ذياب من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام. أستاذ، اليوم موضوع الحلقة عن شنو ممكن؟ الكهرباء، أزمة الكهرباء. نعم، والتظاهرات اليوم، التظاهرات اليوم في العراق عندنا. نعم، متظاهر قتل. أولا راح أرد على الفيديو طلع، يعني بالبداية أقولهم حيا الله إني شامل أطفال، إن شاء الله منصورين بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني الله ويا المظلوم، وإن شاء الله الله يهلك هاي الحكومة اللي دمرتنا، اللي أخذت، اللي أخذت لنا عمامنا وقوالنا، ما بقت لنا، ما بقت لنا إعداد. أبجاه الله، الله يهلكم، وإن شاء الله
بنهاية هاي السنة لو بدأت السنة الجديدة وإن شاء الله تسقط هاي الحكومة. بس أقول لك أستاذ، تدري ليش ما تسقط الحكومة؟ أي. راح أقول لك ليش. أكو ناس تحب الحكومة وأنت تعرفون هذا الشيء، وأكو ناس ويا أمريكا وأكو ناس ويا إيران. شلون تريد الحكومة تسقط؟ ما إلا سيدنا الإمام علي عليه السلام من يقول أهل العراق أهل الشقاق والنفاق. بس أنا جاي أقول لك إنه هسه بهالوقت الأبطال هم أهل الساحل الجنوب، وراح أظل أرجع وأقول أهل الجنوب تاج على الرأس. أنا مو قاسي، أروح لهم فدوة. وأنا ردت أطلع من المظاهرات بس أبويا ما خلاني، لأن أنا الوحيد وأبويا، لأن ما مثلنا لا استشهدت كانت ما بقى عنده. بس أتمنى لو مستشهد بدل هذا الشهيد الوقع، هذا الشهيد أتمنى لو مستشهد بدل، يعني برمضان تقتلونه ولكم 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 والله لينزل عليكم عذاب الله إن شاء الله. السبب إن الكهرباء، كهربائتنا كلها جاي تروح لإيران، فلوسنا كلها جاي تروح دول الخليج. أتمنى لا تقطعون الاتصال أستاذ، والله هاي حقيقة، والله أقسم لك والله. من اتصالك؟ أني أبو ذياب. شوف يا أبو ذياب، أكثر 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 اعتماد وكل الدول الخليج أكثر اعتماد. بس اسمح لي، طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا. أكثر اعتماد من العراق هو على إيران، على إيران في الطاقة، على إيران في المواد الغذائية، على إيران في كل شيء. وإيران تصدر إلى العراق المخدرات والسلاح والميليشيات وتغذي العنف الموجود في العراق. اعتماد العراق لو كان فعلا على المحيط العربي لما وصل حال العراق اليوم إلى ما هو فيه. حكومات ما بعد الاحتلال تجنبت الدول المحيطة بنا، الأشقاء العرب، الخليج، الدول الموجودة حوالينا، تجنبتهم وأكالت لهم الاتهامات واتهمتهم بالإرهاب وكذا لدوافع طائفية وحقد موجود في بعض النفوس اللي حكمت العراق، وظلوا يشعلون فتيل الصراع والمشاكل بيننا وبين أشقائنا العرب. إيران هي التي يعتمد عليها العراق بشكل كبير جدا. إيران هي التي اليوم اللي لما يطلع مواطن عراقي يتظاهر يقول إيران برا برا، يطلعون المسؤولين والميليشيات يصفوا ويقتالوا ويتهمون هو عميل وطائفي وبعثي وداعشي وغيرها، في حين أنه إيران مع أقل مشكلة تصير تطالب بحقها وما تشيل للعراق أو تحط لأي اعتبار. عندنا ديون، فلوس يمكم مالتنا نريدها. وفي أكثر من مرة إيران طالبت بالأموال المترتبة على اشتراء العراق للطاقة الكهربائية والغاز والمشتقات النفطية طبعا. فعندنا طبعا مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، تقرير صادر من وكالة الطاقة الدولية تقول بأن كمية الغاز اللي يحرقها العراق تكفي لإمداد البلد بكهرباء تكفي لثلاثة ملايين منزل. هذه أرقام من وكالات دولية معنية بالطاقة وتؤكد أن ما يحرق في العراق هي كميات ضخمة. حنتكلم بعد شوية عن أيضا أرقام أخرى حقيقة مرعبة بخصوص حجم الهدر الكبير في المال العام، في الطاقة، في الغاز الطبيعي الذي يحرق يوميا، وعدم استفادة العراق والمواطن العراقي من هذه الثروات الطبيعية التي تبدد بسبب حكومات ما بعد الاحتلال. عندنا اتصال، السيد عطوان من بغداد، تفضل. الله يحفظك، شلونك ابو جاسم؟ رمضان كريم، الله يحفظك. علينا وعليكم اجمعين. الله يحفظك، الله يبارك فيك. الله يسلمك. استاذ محمد، هذا هي الفلوس اللي صرفوهن الدوله مالتنا من 2003 لحد هذا اليوم 18 سنه يوم الطين نرعى الاجتماعي، انا بالرعايه حكيت. نعم استاذ محمد. نعم. شو ما صار بينا هالوضعيه؟ 60 سنه درهم دينار واحد ما نستلم من الدوله، والله وضحكت. بس نعم. من كنت بحر ايران شاركت راتب 22 دينار. الله شاهد يا ابو جاسم. سيد عطوان، ليش العراق اليوم محرومه من الكهرباء؟ المواطن العراقي محروم وهو عنده القدره البلد انه هو ينتج كهرباء ويصدر، ليش احنا اليوم عايشين على ايران وغير ايران؟ احنا اقوى بلد بالعالم العراق، بي بلد معين وش تريد بيه من الفواكه من اللحم من اي شيء تريد بيه، ثم يدمروه وراح يدمروه بعد عالم باقي له البر ماكل الحر والوساخه. نعم. مي مو زين والعالم تشتري ابطاله مي. نعم. بس العالم كله تشتري، العراق كله يشتري مي من هذا الالو يستر بيها. طيب يعني سيد عطوان، اكثر من مواطن عراقي سمعناه يقول انه دا يقطعون الكهرباء علينا قبل الافطار، قبل الافطار. يعني شلون هاي الدوله دا تحارب الناس؟ ليش بهالطريقه؟ افرح مع الوقت،
هذا فرح معلوم والله جيت اقول لك الشعور ابو الفطور يطفوها قصدني الله شاهد ليش يحطمون البلد يريد يحطمون هم هو البلد ايش بقي انا مثل واحد انا حقوان مثل واحد مدمور دمر وراح اموت وخطيه رقبه الرعال والله انا ام حموت نعم ومسوى عمليه فتح ريح عندي ويوميا قاعد شلون انجدي وانا عراقي شلون انجدي انا رايح في الرعايه الاجتماعيه وقاعد في الباب عيب عيب انا عراقي جنسيتي مرفوعه بين الدول هيله على بشر يجيب طار العراق هيله هيله طيب سيد عطوان انا اشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من بغداد عندنا ابو ياسين من الدياله تفضل يا ابو ياسين هذا كان المحترمين حياك الله اهلا وسهلا ابو جاسم الذهب بعد احداث الخليج الاتحاد تدمر كل محطات الكهرباء بالعراق لكن النظام السابق بشهرين او تابع كل الكهرباء طيب لكن الغايه اليوم الهدف من موضوع الكهرباء يوم 18 الطيح الكهرباء مقصوده محمد ليش مقصوده ليش نعم اعتماد البلد على الكهرباء الصناعه والزراعه والمعامل والايادي العامله كلها تدير الصناعه، اذا اكو كهرباء ايران شو تحصل؟ ما تستفاد شيء، هذا ايران تجيب هالشكل، والكهرباء بيد من؟ بيد ابو هاشم بيد 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 التحالف مال دول السايروس، وامر واضح خدمه لايران، شلون يطلع شعب كهرباء ايران مزبع كهرباء؟ وبالمناسبه محمد احنا داخل العراق اللي ببالك الكهرباء تجينا من ايران زباله حتى السامع ما تشغل يعني دون المقصص ما تشغل ويدفعون فلوس كامله الغاز طبعا بالمناسبه قبل داعش اتصور قدمنا باقره وحده تفاجئنا احنا زعلنا كشعب اذا ليش يصدروا الغاز واحنا بكميه الغاز على المستهلك بسبعه ب 3000 دينار باقره وحده وكسروا وشم قالوا بعد ممنوع يصدروا الغاز والغاز كله يحرق يحرقونه يروح بالجو المليارات طائله على مود خدمه ايران اذا بالكهرباء واذا بالزراعه لحد عمرك زمانك الطماطه العراقيه يوصل الصندوق بهدف والايرانيه نجيب الكلمة بلفين وبوصال كل خدمه ايران طيب ابو ياسين اليوم المواطن العراقي ده يطلع يتظاهر اذا قال اريد وطن يقتل اذا قال اريد كهرباء ينقتل اذا قال اريد مي ينقتل ليش ده يتعاملون ويا المواطن بهذه الطريقه الدمويه؟ محمد طلعنا قلنا اريد اصلاحات سمعونا الشعب قال اريد عمل قتلوا فمن حقهم يقتلوا لا يقول اريد وطن لانهم ما يريدون وطن ما يريدون هويه وطن عراقيه حره عربيه اصيله يريدونها تحت امه الفرد تحت خدمه ايران فمن حقهم يقتلوا الشعب يعني تفاجئوا اهلنا الجنوب والفرات الاوسط تحياتي لهم قالوا اريد وطن وقالوا على ابو ايران لا ابو امريكا هذا ما يخدم لا المعممين لا يخدم المرجعيه لا يخدم السياسيين يريدون شعب جاهل فتفاجئوا بهذا الموضوع شوف الجد الشعب نزل دم الجد انطشوا هذا من اجل تحقيق هويه اخيرا انطلاقه مال المظاهرات 2017 قالوا كاف اريد وطن عافوا الاصلاحات وعافوا الخبزه وعافوا كل شيء هذا وطن قال هذا بعد هذا لازم هذا ما يخدمنا لازم نصفي لخدمه المشروع الفارسي وهذا الموضوع يا محمد ما ينتهي ابدا ورعيد بالزياد ما طول تفاجئوا الجنوب والوسط الظاهر ضدهم هم كانوا يدعون احنا جماعه الولايه بس هم يخطئون حتى السامه هم ينقصون الولايه دول شنو يقصون بالولايه حتى انا اكون امير المؤمنين انا اشكرك يا ابو ياسين شكرا جزيلا من دياله عندنا محمد من كربلاء تفضل يا محمد حياك الله السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله الله يحفظكم ويحفظ قناتكم قناه الرافدين وقناه المباركه الله يسلمك يبارك بيك اخوي استاذ محمد بالنسبه لازمه الكهرباء نعم ازمه الكهرباء بالعراق احنا بال 2021 وراح تبقى لل 2040 نفس الازمه ليش؟ هاي. حتى 2040 41 احنا نبقى نفس هاي الازمه ليش؟ تعرف السبب وين اخوي استاذ محمد؟ شنو السبب؟ ايران متحكمه بالعراق هاي واحد نعم اثنين الغاز يستورد من ايران نعم مال الكهرباء اي ايران تطلب العراق فلوس، العراق ما يقدر يسدد مستهين بالفساد اي تتوقع انت اليوم استاذ محمد والله العظيم نريد نفطر
نريد نفطر فطور اليوم والله العظيم حقاب شهر رمضان. الكهرباء طفت والمولدة طفت. خابطت بالمولدة قال ليش طفت؟ يقول والله بترسى غاز. قلت انت بترسى غاز المولدة ويا الفطور. العالم صايمة وشهر رمضان نعم. شهر المبارك، شهر الفضيلة، شهر الطاعة، شهر الغفران. زين هاي جاي الدولة تريد تموت المواطن موت بطيء مو سريع، جاي يموتونا موت بطيء. الكل نفقوا كم مليار. لعد شنو هاي الدعايات وانه الحياة المزدهرة وانه احنا حنخلي لكم العراق جنة قبل الانتخابات؟ ليش على الأقل ما يكسبون الناس إن هم يراعوهم بهذا الشهر الفضيل، يراعوهم بموضوع الكهرباء، بموضوع الحصة التموينية؟ ليش دا يحاربون ويزودون كره الناس بيهم؟ أستاذ محمد أقسم لك بالرسول الأكرم محمد وحق الرسول الأكرم محمد، اليوم المي، اليوم المي ماي الإسالة طين، مو مي طين اليوم. نعم. واحنا بلد النهرين، بلد النهرين المي عندنا طين. واحنا بلد دشة والفرات، بلد الرافدين، حضارة احنا، بس مع الاسف العراق تتحكم في ايران والميليشيات هاي. هاي وحده. اثنين والله العظيم اليوم المي طين، طين مو مي، هو شاهد علي وحق الرسول محمد. شلون شفت موضوع الشاب الشهيد اللي قتلوه القوات الامنية محمد؟ شلون شفت هذا الموضوع، الشاب اللي انقتل اليوم لأنه طلع دي الظاهر يريد كهرباء، ليش انقتل؟ أخوي أستاذ محمد هاي أزمة الكهرباء رح نبقى نعان بها كل في يجي، أحنا نعاني من أزمة الكهرباء لحد 2045. أنا سؤالي محمد سؤالي، هذا الشاب اللي انقتل اليوم ليش انقتل؟ هو طالع دي طالب بكهرباء وحق مشروع، ليش قتلوا الأمن؟ أخوي أستاذ محمد كل إنسان يطالب بحقه ينقتل، وإذا ما انقتل ينخطف، وإذا ما انخطف يأخذوه الجهة مجهولة ويرمونه. ليش؟ لأنه يتحكمون بالعراق إيران. سيد محمد، القوات الأمنية تقول أنه إحنا قتلنا إيه، لكن هذا تصرف فردي. أنت مقتنع بالتبرير الحكومي لما يقتلون أحد يقولون هذا تصرف فردي؟ كل هذول الناس اللي دين قتلون لما يظاهرون تصرفات فردية؟ نعم. ليش تصرف فردي؟ أخوي أستاذ محمد هسه بالنسبة للتظاهرات مال إيران مال الناصرية. أي. إيش ليش ربحوا انقتلوا التظاهرات مال الناصرية؟ راح أعطيك من المعلومة. أي. تظاهروا بالناصرية على مود الحق المشروع. نعم. زين على مود البطالة، الخدمات، على مود وضع المحافظة تعبان. زين؟ نعم. سووا جميل الشمري. نعم. تعرف جميل الشمري؟ طبعا. جميل الشمري قتل ابناء الناصرية. نعم. راح جميل الشمري لدياله، هسه دياله حاليا موجود. اي. ومكان نظيف واكل وشرب. وكرموه الفتح. وراتبه وهذا. زين. زين جميل الشمري مو مجرم؟ زين. علي الفريجي سقط الموسم. نعم. علي الفرايجي سقط الموصل هسه وقال خلوه قائد عمليات المقر المسيطر الكركوكي. زين؟ لان مو بيد الكاظم الخلاه، مو الكاظم الخلاه، ولا رئيس الوزراء خليته، ولا رئيس الجمهوريه، تعرف شلون خليته؟ خليته الاحزاب. نعم. اخي استاذ محمد الله يرحم والديك، بس اخلي العراق يفعل هذا الشيء، العراقيين، العراق جاي يتحكم بين اصابات. نعم. سيد محمد من كربلاء أنا أشكرك، وصلت فكرتك. عندنا سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بيك يا أستاذ محمد، تحياتي لك. يا ما صارت تصرفات فردية، هذا قتل هذا البريء يعني ويطالب في حقه. نعم. نقول مثلا تصرف جزئي، يعني ما صارت تصرف فردي، دائما نسمع هذه الأسطوانة. وبعدين نريد مكافحة الفقر والبطالة. نعم. وكذلك يا أستاذي الحل أيضا بيد الحكومة والبرلمان. نعم. وكذلك أيضا مكافحة المخدرات والقاتل اليمني الشمالي، وكذلك إرشادات وتوجيهات. المطلوب من السيد السيستاني تحل قضية الكهرباء وتسهيل إجراءات الكهرباء، وكذلك أيضا تطبيق الإجراءات يا أستاذ. نعم. التجاوزات مثلا. وتحياتي لك للبرنامج وشكرا لك يا أستاذ. حياك الله. وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار أكد استيراد العراق 50
مليون متر مكعب من الغاز من إيران لتوفير الطاقة الكهربائية يوميا. يوميا بحسب تصريح وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار، يقول بأنه العراق يستورد من إيران 50 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، لتوفير الطاقة الكهربائية يوميا. العراق ده يشتري من إيران 50 مليون متر مكعب. طيب العراق ايش قد يحرق؟ خلينا نشوف. في آخر تصريح أو تقارير دولية في عام 2017، العراق يحرق من 13.5 مليار متر مكعب إلى 17.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ب 2017 بس. في عام 2017 العراق يحرق 13 إلى 17 مليار متر مكعب ويشتري من إيران 50 مليون يوميا. يعني احنا نحرق مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي نحرق يوميا، ونشتري من إيران 50 مليون. عندنا القدرة أنه نكتفي ذاتيا ونصدر نبيع لإيران وغير إيران، لكن احنا نحرق أضعاف مضاعفة من ما نشتريه من إيران. ليش؟ وين هاي المليارات؟ 80 مليار دولار تم انفاقها على قطاع الكهرباء، أين هي الكهرباء؟ ليش يقتل هذا المواطن محمد ستار وغيره من الشباب اللي يطلعون يظاهرون ويستشهدون بنيران القوات الحكومية والقمع المستمر لأنهم دي يطالبون بحق مشروع؟ طبعا عندنا رسالة، خلينا نقرأها سريعا لحضراتكم. رسالة من أحد المشاركين أبو عزيز من الأحواز، يقول: مساء الخير أخي محمد، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم. أخوكم أبو عزيز من الأحواز المحتلة من قبل الفرس منذ 9 عقود. يقول: أخي محمد، إيران هي أم البلاء والوباء والمصائب اللي دمرت عالمنا العربي، ولكم شوية فكروا بالعراق العظيم اللي كان شوكة بعين إيران منذ زمن بعيد. إيش صار بيكم؟ نسيتوا أم المعارك؟ نسيتوا المعارك اللي صارت؟ كلها راحت من بالكم؟ مو هم الفرس ما ينسون موتاهم؟ مع الأسف بعض العراقيين صايرين عبيد لإيران، خلي تصير عندهم غيرة على أخوتهم العرب اللي بالأحواز من الإعدامات والتشرد. ليش نايمين؟ عندنا رسالة أيضا، يقول أحد المشاركين حسام، يقول: أين برهم صالح؟ دم هذا الشاب البريء برقبة الحكومة ورئيس الجمهورية وجميع النواب. إلكم يوم يا ظالمين يا قتلة، فجعت أمه وأبوه في هذا شهر رمضان. أي شيطان هذا اللي أطلق الرصاص على هذا الشاب؟ المصائب جاية واحدة وراء الثانية. إيران تتحكم بالكهرباء بالعراق، وبأي وقت تقطع الكهرباء، وأي عراقي يتظاهر يطالب بالكهرباء يعني يتظاهر ضد إيران. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام مقطع لتظاهر عدد من أهالي منطقة البتار شمال الواسط احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طبعا أكثر من مكان في العراق، أكثر من مدينة ومنطقة ومحافظة في العراق تشهد تظاهرات اليوم وأمس بسبب تردي الخدمات وغياب الكهرباء، وخاصة موضوع قطع الكهرباء قبل الإفطار وقبل السحور مثل ما قالوا المتصلين، وحقيقة حرب نفسية تمارسها السلطة على المواطن ضد المواطن العراقي، بدل أن تكسب الناس وتحاول تسهل حياتهم وتكسب تعاطف الناس بالخدمات وبالحصة التموينية والرواتب الإعاشية مثل الرعاية الاجتماعية والتقاعد وغيرها. لا، تحارب الناس، تقطع الكهرباء قبل الإفطار، ومياه مثل ما سمعتم محمد من كربلاء يقول طين، تجينا مياه طين إلى منازلنا. عندنا متصل السيد أبو زهراء من بغداد، تفضل.
ابو زهراء. نعم استاذ محمد، حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك، الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضل. نعم استاذ محمد. نعم. انا ذاك اليوم يوم الثلاثاء تعطي التحرير. اي. او كم شهر. هذا الشغل عبيد بيناتهم. انت ما تقدر تسوون مثل شلون شلون بس لحظه ما دا افهم عليك ابو زهراء. انا مصاب. ابو زهراء ما دا اسمع ما دا اسمع. والله العظيم. عيد عيد يا ابو زهراء. الضربه ايدي الى سنتر وانا على اول ابو الخلص ليش الشباب. ابو زهراء تسمعني؟ انا ما اسمعك واضح، يا ريت لو تغير مكانك وتعيد اللي حكيته اللي ما فهمت عليك. استاذ محمد. عيني تفضل. استاذ محمد. تفضل. انت طلعت كم شهر؟ اي. طلعت الطيران. طيب. يعني تقول ما ادري شنو تقول ما ادري نحن جو صدفهم الشغب الشغب ما لاقيت هناك واحد يعني ما لاقيت كيف شريد من الشباب. نعم بدون تجاوز بس ارجوك واريدك تعطيني رايك باللي صار بموضوع قتل الشاب محمد ستار لانه هو طلع يتظاهر واصيب طبعا 9 من المتظاهرين بحسب ارقام الحكومه. طبعا الاصابات مستمرة، لكن ليش يقتل المواطن العراقي لما يطلع يطالب بحق مشروع؟ هل صار اليوم اللي طالبه بحقه بيرتكب جريمة؟ أبو زهراء نص صوت التلفزيون. تفضل. استاذ مو بس هذا، الاف اللي قتلوهم اللي يعني شخص شيلك اللي نصي استاذ. اي استاذ هذا الاف مثل هذا يا غاية انا اثنين 10 مصاب صدقوني. نعم طايد وسكبة ودمروني دمار يعني حتى عائلتي دمرتني من وراء الوطن هذا. طيب فقدنا اتصال مع ابو زهراء من بغداد. ابو حسين من ميسان تفضل حياك الله. السلام عليكم بعد قلبي. وعليكم السلام ورحمه الله. رحم الله اقعد ارزحتي بس تكون ما تقطعون صوت رحم الله عليك. تفضل. انا ما راح اتجاوز ولا احكي ولا اغلط. تفضل. بعد قلبي هي الحكومه مو وطنيه. نعم حكومتنا عبارة عن تشتغل غير دول. نعم يعني ما تشتغل بالبلد ولا حتى وطنية ولا يم الوطنية أصلاً. هو الشاب يطلع يظهر على حتى يقول لك هذه التعيين فرصة عمل فرصة شيء هسه احنا بالعمارة أنا إي مصرع عين الأحزاب. نعم بالعمارة مصرع عين الأحزاب يعني تحكي تنكتب صفونك. نعم سمعني لو ما سمعني. أسمعك يعني تحكي بحقك تداعب حقك تسكت كتلك الضيم يعني والعيشه بالضيم صعبه والعالم ناس بالضيم كلها احزاب وكلها بالضيم يعني ماكو واحد يعني صاحبي يقول لك انتخابات ولا انتخابات. عندك استعداد تنتخب نفس الاحزاب اللي صار لك 18 سنه عايش في حكمهم؟ والله انا بالنسبه لي ما انتخب ولا انتخب ولا اشارك انتخاب الحكومه كلها فاشله. نعم يعني سيد ابو حسين احنا لما نسمع وزير كهرباء بحكومه المالكي يقول في عام 2014 ايه العراق حيصدر الكهرباء، هذا الكلام وينه؟ هاي الوعود وينها؟ بعد خيك هو شنو يعني بس يصفط وصفط يطلع يحكي لك فيش ما يسوي والله العظيم. نعم يعني احنا الشعب شنا كاس الضيم العده حزيب وعده جهاي ياخذ رواتب 4 رواتب 5 رواتب والما عنده يعني حزب وما عنده ناس هاي كاتله ضيضة حاله حال البيت. يعني اذا بس خصينا اذا بس خصينا موضوع الكهرباء ونقول بانه لجنه تحقيقيه برلمانيه قالت بانه العراق صرف 80 مليار دولار من 2005 الى 2019 على الكهرباء وماكو كهرباء، مو هذا بحد ذاته المفروض يسحب يجر كل الوزراء والمسؤولين في وزاره الكهرباء يحاكمهم؟ ليش ما نشوف محاسبه؟
الاخوات اسمعني اسمعك. هو يا لي حاكم، هو الحاكم مو هم جايبينه مخلينا يا لي حاكم انت تحكي. نعم هم القاضي رئيس المحكمه جايبين الحزب الفلاني خلوه بالعاد تشتغل الحزب مالتنا نخليك ما تشتغل تطلع الله يا شنو انت يا من يحترم القاضي. نعم قاضي القاضي الشريف والنزيه ولا ما يخلوه بعد اخوه. نعم يعني انت تنتمي لان هالمجموعه نخليك قاضي نخليك رئيس محكمه نخليك وين ما نخليك تشتغل الا الحزب مالك. نعم زين سيد ابو حسين هي معاناه الشعب. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو حسين من ميسان للمشاركة. عندنا طبعا رسالة من السيد أبو عبد الله. أبو عبد الله حقيقة أرسل رسالة طويلة فيها تفاصيل كثيرة، فيها أرقام وفيها معلومات حقيقة عن الكهرباء، استيراد الكهرباء بالنسبة للعراق من إيران بمعدل 1000 إلى 1200 ميجاوات عبر 4 خطوط، ويتحدث بالتفاصيل حقيقة عن الأماكن اللي يستورد منها إيران. يتحدث أيضا عن تصدير الغاز للعراق. طبعا الرسالة طويلة ما راح أقدر أقرأها، لكن هذه مختصر الرسالة أو هذا مختصر الرسالة. يتحدث عن تصدير إيران للعراق الغاز اللازم لتشغيل قرابة 3300 ميجاوات من الوحدات التوليدية العاملة في المحطات الكهربائية داخل العراق. هناك أيضا استيراد للكهرباء والوقود. طبعا يقول بأنه هناك عقود إذعان قاسية فرضت على الجانب العراقي بفعل إرادات سياسية خاصة، فكانت جوانب الضعف والابتزاز واضحة فيها. يتحدث أيضا يقول بالنسبة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران لأنها مستمرة بالتصدير، الولايات المتحدة أعطت العراق فرصة وظلت تمدد موضوع العذر للعراق بما معناه أنه هي فرصة للعراق أنه يظل يستورد من إيران إلى أن يجد البديل، وحقيقة يبدو أنه هذا مخطط كله وداخل ضمن الترتيب الأمريكي. كلام كبير حقيقة وتفاصيل كثيرة. شكرا سيد أبو عبد الله. نقول مشاهدينا الكرام بأنه بحسب تقارير دولية بأنه العراق يخسر 45 مليار دولار سنويا مما يحرق من الغاز الطبيعي، والعراق تصنيفه على العالم هو 11 بمن يمتلكون احتياطي غاز على مستوى العالم، 11 على مستوى العالم، والخامس على مستوى العالم بالنسبة لاحتياط النفط. ورغم هذه الطاقات ورغم هذه الثروات الطبيعية إلا أنه لا يوجد استثمار لها ولا يوجد استفادة منها بشكل صحيح، وبالتالي يخسر العراق الكثير. كثير من الشركات الدولية سيمنز وشيل وغيرها من شركات عالمية طلبت أنه هي تتحرك وتستفيد وتفيد العراق بتجاربها العالمية وقدرتها على استثمار هذه الطاقات، وأنه كم ممكن توفر من مليارات الدولارات على العراق، لكن بالطبع هذه المواضيع ما تناسبهم، يريدون شركات صينية وغيرها أنه هي تدير الأمور حتى يكون أكو صفقات فساد واضحة فيها وسهل أنهم يتعاملون مع هذه الشركات. نقول مرة أخرى بأنه تأكيدات الدولة من لجنة تحقيقية برلمانية تؤكد أن العراق أنفق 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، والعراق مثل ما قلنا يعتمد على ثلث الطاقة ثلث طاقته من الغاز والكهرباء على إيران. وطبعا هذه الأرقام مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام أنه احنا نشتري من إيران واحنا نحرق أضعاف ما نشتريه من إيران ومن غير إيران، يعني لو استفدنا من ما نحرقه من الغاز لاعتمدنا بشكل كلي على ما لدينا واكتفينا ذاتيا وبدأنا فعلا نصدر، مثل ما قال عبد الكريم عفتان ب 2011 انه احنا ب 2014 حنصدر، واليوم احنا بالعراق كل ما ننتجه هو نصف طاقتنا او نصف ما نحتاجه من الكهرباء، والباقي دا نشتري ودا تتراكم علينا ديون ودا نشتري من ايران اللي ما ترحم، في حين ان هم اي متظاهر عراقي اليوم او اي مواطن عراقي يخرج ضد ايران يقتل ويتم التعامل معه بأنه إرهابي داعشي خلية نائمة لتنظيمات إرهابية بعثي، لأنه هو طالع يطالب بحق مشروع. مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى علي مهدي عجيل اتهم حكومة الكاظمي بالعجز عن الكشف عن قتلة المتظاهرين الحقيقيين، وذكر عجيل أن الحكومة الحالية لا تمتلك القدرة في الكشف عن الجنات، وأشار إلى أن تنصل مصطفى الكاظمي من تسليم رئيس خلية الأزمة السابق في ذي قار الفريق جميل الشمري ومحاسبته رغم تعهده بذلك خلال إحدى اللقاءات
السابقة، وأكد أن الحكومة ضعيفة وهزيلة وتحاول لملمة شتاتها، كما أن القضاء مسيس وعاجز وأن التحقيق بيد ضباط تابعين إلى ميليشيات الأحزاب. هذا حديث من مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى. وين الوعود بمحاسبة قتلة المتظاهرين؟ وإحنا يوميا يقتل من المتظاهرين ويصاب منهم العشرات والمئات، والأعداد من الشهداء والجرحى ترتفع، إن كان في ثورة تشرين وإن كان من الثورات أو من المظاهرات الفرعية الثانوية الجانبية اللي تخرج لخدمات، للمطالبة بخدمات بحق مشروع. لماذا يستمر هذا القمع؟ إذا كانت هذه الحكومة فاشلة وفاسدة مثل ما الكل دا يعترف الآن، ليش ما تستقيل وتترك الحكم للعراقيين؟ مو كلهم دا يقولون احنا همنا الوطن؟ ليش ما يعوفون الوطن لأبنائهم؟ هم اللي يحكموه، هم اللي يختارون منو اللي يحكم ومنو اللي يدير الشؤون. خلينا نشوف باقي رسائل المشاهدين الكرام. عندنا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام، يقول العراق مستباح أرضا واقتصادا وشعبا ودما، العراقيون مستباح أرضهم من قبل الفرس، وإرضاء لملالي طهران بواسطة العملاء والأحزاب الإسلامية الهزيلة المحسوبة على إدارة العراق ومقدرات واقتصاد العراق، وتحويل كل الموارد المادية لحساب حكومة طهران بإشراف الاحتلال الأمريكي بسيطرة الميليشيات أمام أنظار الجامعة العربية، وكان لم يهمها وكأن لم يهمها أمر الشعب العراقي، وعليه أن يتخذ موقف بالنسبة للشعب، أن يتخذ موقف من الوضع في العراق قبل فوات الأوان. من عندنا؟ السيد أبو أحمد من الرمادي، تفضل. أبو أحمد من الرمادي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك أخي عزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. حيا الله من قال. الله يسلمك. أخوي عزيز، بالنسبة من عنوان حلقتكم اليوم، يعني بالنسبة لموضوع الفساد، موضوع رجع الولد المتظاهر اللي قتل على يد العصابات المجرمة. أي. بالنسبة أخوي عزيز، هذا الأمر ما ينتهي، هذا الأمر راح يستمر أكثر من هذا اللي دا يصير. نعم. وما راح نشوف يمكن أكثر من اللي شفناه. لكن الأمر أخويا، أنت حاليا جاي تحارب عصابة مو حكومة ولا قوات أمنية ولا هم يحزنون. المشكلة أنه ناس قطع ناس، والدليل على ذلك أنت سمعت موضوع جمال الكربول، اعتقال ما اعتقال جمال، وأنه موضوع فساد ما فساد. هم مو خوفا مو على مود الفساد ولا آخر هذا الأمر، لا، هو الأمر هو ما يتعلق بالانتخابات. لأنه هم أصلاً هم رب، يعني هم الفساد كله، حكومة هي الأصل بالفساد. على ما على شنو أنه يعتقلون جمال كربول؟ طيب أبو أحمد، أنا عندي سؤال لك بخصوص الموضوع اليوم. يعني نعم، هو جانب من الفساد، لكن أيضاً أريد أسأل اليوم المواطن العراقي والشاب اللي حضرتك تحدثت عنه واللي عرضنا المقطع، انقتل لأنه هو طلع يطالب بالكهرباء. ليش اليوم إحنا ما عندنا كهرباء؟ ليش هاي المليارات 80 مليار دولار تكفي مو بس العراق، تكفي الدول المحيطة بينا بإنتاج محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، احنا ما عندنا كهرباء، ليش؟ هذا سؤالنا اليوم. نقيت لي ليش، راني حشيت لك بداية المقدمة، انا حشيت لك مقدمة من عندي. نعم. مو تابعة للحلقة طبعا اخوي العزيز. طبعا انه ما عندنا كهرباء، اكو ناس دول مستفيدة، دول مجاورة مستفيدة من هذا الامر. انت ما عندك كهرباء. نعم. وتبقى ما عندك كهرباء ليش؟ وحتى إذا أكو محطات توليد وتجي محطات توليد ويصفون وينصبوها، لكن ما يشغلوها ليش؟ شنو السبب؟ أي. أكو من يتحكم بهذا البلد، وتعرف أنت غزي وين جارة. نعم. الشرق هي إيران. نعم. تدري أنت الغاز وتحويل الطاقة وغيرها، وحد الآن هذا السفير الإيراني طالب الديون بالعراق، تزيد الديون، ما يقدر عفوا يعني يصرفون أو يفتحون محطة إلا بأمر من إيران، وإيران هي المورد الأصلي للعراق للغاز وغيره. هاي يعني هم مو يعني معتمدين عليها، إحنا عندنا موارد وعندنا عقول غاز، لكن نعم. الأمر هو على أنه إيران تستفاد بهذا الأمر. نعم. يعني شلون مخيمات النازحين لحد الآن ناس قاعدة مخيمات، وناس مستفادة بسبب مخيمات النازحين، نفس الحالة. إذا إحنا العراق ما ترجع بكهرباء ولا تصير بكهرباء إلا بشرط واحد، نتخلص من هاي الجار الشر. نعم. هاي واحدة، ونتخلص من هاي الوجوه الكالحة
اللي تخلصنا من الله، يعني هو الموت مو اشتفاء، لكن خلصنا من واحد ان شاء الله الباقين عسره. انا اشكرك، وصلت فكرتك ابو احمد، اعتذر الوقت انتهى. عندنا رساله سريعه نقراها من ابو علي النعيمي، يقول: تحيه لحضرتك استاذ محمد ولكل كادر قناه الرافدين المحترمه. في عراق الانبياء والمرسلين، عراق سيدنا الحسين عليه السلام كما يسمونه الذين تسلطوا على رقابنا، يتم قطع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك وقت الافطار والسحور، ولو قدر لسيدنا الحسين الرجوع للدنيا ومنعهم عن كل ما يقومون به ضد شعب العراق لقتلوه قتله ابشع من قتله في معركه الطف، ولوزعوا اعضاء جسده على كل الدول الاسلاميه، لعنة الله وملائكته وكتبه ورسله عليهم إلى يوم الدين. أشكرك أبو علي النعيمي، وشكرا للجميع من شاركونا في هذه الحلقة، ولحضراتكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.